تعرض للفنان اللبناني كميل حوا بجاليري 169 بالصيف فيليج، ويلي ضم مجموعه من الرسومات واللوحات والاعمال الفنيه يلي بتتمحور حول الخط بالرسم والطبع والنحت. افتتح معرض للفنان اللبناني كميل حوا بجاليري 169 الصيفي فيليج من تنظيم شركة سوليدير والسيدة رولا الزين، حيث ضم المعرض مجموعة من الرسومات واللوحات والأعمال الفنية يلي بتتمحور حول أهمية استخدام الخط بالرسم والطبع والنحت. حبيت أعمل هالمعرض تحية لمدينة ظلت تنبض بالحيوية اسمها بيروت، يلي هي عامل نصب رئيسي يعني. فهالمعرض هو عودة لبيروت وتحية لبيروت اللي مليانة حيوية وروح. وبالنسبة لعملي الفني، هالمعرض هو تقاطع طرق، يعني كروس رودز بين الرسم والفن التصميم، بين عالم البرنت الطبع السيل سكرين وعالم الديجيتال. وكمان معرض للفنانة لينا كليكيان بالزيتونة بي بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، ويلي تضمن مشاركة حوالي 78 فنان عالمي. بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي وحوار الحضارات، أقيم معرض بالزيتونة بي يلي تضمن عدد كبير من الفنانين العالميين يلي حبوا يعبروا عن مواضيع مختلفة تعنى بالتنوع والإبداع، كل واحد بمجاله. المعرض بتمثل الفنانين عالميين من 55 بلد، هن تقريبا 75 فنان يلي رسموا ابتكروا اعمالهم تحت التيم تبع اليونسكو كالتشرال دايفرسيتي، التنوع الثقافي يلي بالعالم ب 21 ايار بيكون بكل العالم. بوقت ما يونسكو اتصلوا فينا ننظم هالمعرض كنا مسرورين كثير، وسبقوا عملنا مع يونسكو كمان بووتر فون سوليدير من 2012، وهالسنه حبينا نعمل هون برعايه الوزير الثقافي استاذ ريمون عريشي. انا طبيب نسائي، بس بنفس الوقت بحب الفن كثير وبحب التصوير كثير. بقى كنت عم بعمل بروجكت عن الريلويز، عن سكة الحديد بلبنان، وطلعت هيدي الصورة بين ايدي وصورناها، واكيد مع مدام لينا كليكيان اشتغلنا عليها طلعت هالصورة اللي وراي، لان هيدي بالنسبة لي بتمثل شيء قديم بلبنان، سكة الحديد يلي ما عدنا عم نشوفها، بتمثل بنفس الوقت الفراغ اللي عم نجرب نعبيه نحن برجع للتاريخ تبعونا.
وبعدنا بأجواء الفن مع المعرض يلي صار لعدد من الفنانين السوريين واللبنانيين بجالوري مارك هاشم يلي تميزت بمشاركة أسماء كبيرة من البلدين. قدم جاليري مارك هاشم مجموعة من اللوحات المتنوعة لعدد من الفنانين كولكتيف اكزيبيشن، حيث اللوحات المتنوعة بالشكل والمضمون. Thank you for coming today, Zena. اليوم عنا افتتاح معرض مارك هاشم جاليري وعنا 12 فنانين من سوريا ومن لبنان بسكوبتشا وبpainting كمان and the exhibition بدل لآخر شهر. مين من الفنانين مثلا عارضين اليوم؟ لمين؟ مثل اسماء اذا بتعطي؟ عندنا فنانين كثير مهم مثل احمد مؤلا هو من سوريا، وعندنا شرب السمي والآن كمان من لبنان، وعندنا رؤوف رفاعي من ورانا كمان من لبنان. بريك كتير صغير وبيرجع بيكمل معكم أجندة، خليكن دايما معنا.